وبركاته. السيد المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري إدير مدير الإحصائيات. بالنسبة لتحضير لحملة صيد التونة لسنة 2024، فقد تم المصادقة على مخطط الصيد لسنة 2024 برفع قدرة الصيد بخمس سفن إضافية. أيضا تم تعزيز الحصة ب 23 طن غير مستغلة لتصبح الحصة الإجمالية لهذه السنة 2046 طن، وهو ما من شأنه المساهمة في الرفع من الصادرات خارج المحروقات، مع العلم أنه تم تحقيق مبلغ 27 مليون دولار من استيراد من تصدير هذا السمك. مشاركة 30 طالب من مختلف المؤسسات التكوينية كمتربسين على متن سفن صيد التونة في تخصصات الصيد والميكانيك. تسجيل أول مزرعة لتسمين التونة في الجزائر بطاقة أولية قدرها 950 طن، من شأنها زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات من هذا السمك. من جهة أخرى، بلغت دائرتنا الوزارية مراحل متقدمة في ملف إعادة فتح استغلال المرجان الأحمر، ونعمل على أن يكون الانطلاق في الاستغلال الفعلي خلال السداسي الثاني لسنة 2024.